جمعنا عطر ماضيها من الأرواح نحكيها محارب لها قصاص على ذكرى خواليها مآثرها لنا رسمت بإتقان مبانيها زمان المجد خلدها لقاصيها ودانيها حصن بيت المراح في ولاية ينقل بناء محكم فسيح متعدد الأقسام والبناء كل أمامه مساحته الخاصة ويحيط بالجميع سور عال ذو أبراج للمراقبة وأعلاه ممشى دائري للحراس الفرسان والراجلين. الحصن محاط بحزام من الجبال العالية يفصلها عن الحصن بساتين النخيل التي تزيده جمالاً وشموخاً. هذا البناء الحصين يضم مسجداً كبيراً في مساحته وبنائه على يمين المدخل الرئيسي للحصن يطل على ساحته الرئيسية. لا يمكن تمييز بناء المسجد من الخارج عن بناء الحصن، كتلة بناء واحدة، فلا مآذن بارزة ولا قباب ولا محراباً يرى خارج الجدار. من كان يسكن الحصن ويسمع النداء يعرف بوجود المسجد، وبجانبه يجري فلجان محيدث والعين وآبار مياه في ساحة الحصن. طريقة بناء المسجد تستوقف الزائر لأول مرة. ثلاثة أروقة يتكون منها المسجد، يفصل بين كل منها جدار سمكه نحو متر، تتخلل كل جدار أبواب، وهي منافذ قصيرة مقوسة وجدران مصمتة، إلا من نوافذ محدودة العدد والمساحة تفتح داخل الحصن تحمل سقفاً مبنياً بطريقة الحجارة المشدودة أو ما يعرف بالزج، وهي أن يكون السقف بالكامل من الحصى والجص دون وجود عوارض خشبية مثل الخرسانة المسلحة في البناء الحديث. ويعود بناء المسجد والحصن إلى عصر النباهنة، وأعادت الحكومة ترميم الحصن خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2006 بحيث يبدو فخماً بمبانيه المتعددة وأسواره العالية، وهو يستحق الزيارة. اسم الحصن كامل بما يهتويه يسمى بيت المراح، فهذا بيت المراح تم بناؤه مع المسجد من قبل النباهنة، ومن ثم انتقل من النباهنة إلى قبضة يد بني علي وجماعتهم. رمم هذا الحصن والمسجد من ضمن الحصن منذ 600 سنة على حساب المشايخ والأهالي في هذه الولاية. المسجد هذا فريد من نوعه في ناحية البناء. البناء تم عن شكل أكواس كعقود بالطين والطفال ما يسمى زمن السابق أو اللبن هذا والتبن، فعن صفة عقود موجودة تشابك بعضها في بعض بدون حديد وبدون أي شيء إلا عن طريق الطفال. عرض جدرانه ما يقارب 200 مترين، لكل جدار من جدران ما يقارب مترين. محراب مسجد حصن بيت المراح بينقل يخلو من النقوش والزخرفة، طبقات من الجص تبدأ من جدار القبلة وتتدرج داخله،
وتوجد على جدران المسجد كتابات تؤرخ لأحداث جرت في ينقل وعموم الديار العمانية، مثل الأنواء المناخية والسيول وأخبار الأئمة والعلماء وغيرها. توجد بعض من المرافق القريبة من المسجد، المشارع الذي سمى هو المشارع الذي كان طبعا ينبع منه فلق العين الذي يروي الولاية. طبعا الحصن متوزع إلى 4 بيوت أساسية داخله، هو بيت المراح والبيت الشرقي وبيت العود وبيت البصرة، هذه 4 البيوت الموجودة. كما أنه يوجد بالحصن 4 أبراج في كل جهة برج. طبعا توجد هناك كتابات على الحائط في بداية دخولك إلى المسجد، تواريخ حقيقة عن الحياة التي كانت موجودة، عن الغلاء وعن الأمطار الغزيرة التي كانت مرت بها الولاية، وعن بعض التواريخ الذي طبعا عن وفيات بعض الأئمة مثل الإمام عزام بن قيس وغيرهم. ولكن بعض من الكتابات طبعا اختفت بسبب العوام التعرية وغيرها وغيرها، والوقت الزمن الذي مضى عليه دون أن يكون هناك من يقوم بالمحافظة عليه. ومن ملاحق المسجد يقابله في الفناء ذاته غرفة صغيرة تسمى البراد، يجلس فيها الناس أكثر ما يجلسون بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن الكريم حتى أداء صلاة الشروق. وضعت إمام المسجد برادة، تسمى زمن سابق برادة. البرادة هذه بعد صلاة الفجر يجتمعوا الآباء المشايخ واللي معهم يصلي من الجماعة في هذه البرادة، يتقهوا ويقرأ قبل القرآن، ثم يتقهوا ويصلوا الشروق ويعودوا إلى السبلة لقضاء حوائج الناس وسماع ما يتطلب متطلبات. فهذا بما كان مختصر على المسجد. لم يغفل بناء الحصن ومهندسوه حاجة النساء إلى مكان خاص بهن لأداء العبادة، فكان في كل ملحق أو دار من دور الحصن بناء ساتر على إحدى سواق الفلجين اللذين يجريان في الحصن يغتسلن ويصلين داخلها. رموز العلم وهم تشيدها يديها، وأهل الخير إن وقفوا لنا طابت مساعيها. جميل عطائهم يبقى وفيض شموخهم فيها، محارب على التقوى وبالبشرى أمانيها. محارب